الثامنة صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا حمدين. تفضلي يا لميا. شكرا جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن قمة الرياض تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه. وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار وتوفير النفاذ الآمن للمساعدة الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية. وكانت الرياض قد أعلنت عن عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي في الرياض اليوم، عوضا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتين كانتا من المقرر أن تعقد في التاريخ نفسه. وذكرت الخارجية السعودية أنه استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد التشاور مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فقد تقرر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكل استثنائي، وذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم خلال سلسلة غارات إسرائيلية على بيت لهيا شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف في وقت سابق بوابة مجمع الشفاء الطبي الذي يمثل أكبر مؤسسة صحية في قطاع غزة، كما استهدف جيش الاحتلال بقصف آخر بعدد من الصواريخ منزلا خلف مستشفى القدس في منطقة تل الهوى. هذا واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين غرب رفح جنوب قطاع غزة. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات منهكا تماما على حد تعبيره. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمام مجلس الأمن الدولي أن نصف المستشفيات والبالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة، مشيرا إلى وقوع أكثر من 250 هجوما على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر الماضي. طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل بوقف القصف الذي يستهدف المدنيين في غزة، وقال ماكرون إنه لا يوجد مبرر لقصف المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل آخر سوى التوصل إلى هدنة إنسانية ثم وقف لإطلاق النار الذي يسمح بحماية جميع المدنيين. صوتت 168 دولة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية بأن القرار أعاد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، وحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو في اجتماع الدورة 42 للمؤتمر العام مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية تحت عنوان تأثير وعواقب الوضع الراهن في فلسطين بتصويت أغلبية الدول الأعضاء. وأكدت الوزارة أهمية اعتماد اليونسكو القرار الداعي إلى التوقف الفوري لاستهداف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء والشباب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التربية والتعليم، ووقوف الهجوم على المدارس والكليات والجامعات، وإدانة مواصلة قتل الصحفيين وتدمير المراكز الإعلامية ومواقع التراث والمتاحف والمراكز الثقافية في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والأعراف الإنسانية والدولية.
حذرت الأمم المتحدة من أن العنف ضد المدنيين في السودان يوشك أن يصبح شرا مطلقا مع تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد العنف في إقليم دارفور. وقالت أبرز مسؤولة مساعدات من الأمم المتحدة في السودان إن نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية وإلى الحماية، وإن أكثر من 6 ملايين نزحوا من منازلهم داخل السودان أو إلى دول مجاورة. مشاهدينا، انتهى موجز 8، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.